في ذلك الفاصل المائي بين أوروبا والجزائر، وفي عام 1827 كان الأسطول الجزائري القوي يستعد لخوض آخر معاركه. كانت الأيام تخترق أخشابه العتيقة. دخل معركة نافرين الشهيرة حليفاً لمراكب الدولة العثمانية ضد أساطيل الحلفاء بريطانيا، فرنسا وروسيا. قضى الأسطول الجزائري نحبه في الأعماق الباردة. لم يفوت الاستعمار الكامن على الشاطئ الآخر من المتوسط اللحظة، وفي عام 1830 أطبق الخناق على الجزائر. لكن الجزائريين أطلقوا موجات من الثورات الشعبية، كلما خمدت واحدة استعارت أختها. وعندما دقت ساعة القرن العشرين نضج مفهوم جديد للنضال، قاعدته الوطن والتراب. ولكن مهاده كان من باريس، صاحب الشرارة هو مصالي الحاج. كان المستعمر يعتبر الجزائر مجرد خام استهلاكي لراحة الجمهورية الفرنسية، وعلى كل فرد من أبناء المستعمرة أن يواصل العمل في مزارع ومصانع الفرنسيين. لا يتسم الاستعمار الفرنسي بالقسوة الشديدة فقط، بل وبالجرأة. احتل الأرض ويريد أن يحتل العقل. اجتاح الحدود ولم يتورع عن الذاكرة. يريد أن يحيل شعباً بأكمله إلى ظل ناقص، أقصى طموحه أن يصل ذات يوم للكمال الفرنكفوني. هو الظلم نتاع الاستعمار الفرنساوي اللي كان آنذاك. كانوا الجزائريين محكورين، وهذاك من قبل، حتى من الوقت اللي دخل الاستعمار الفرنساوي ويحقر في الجزائر. Mes Sali était originaire de Tlemcen. Il faisait partie d'une famille de paysans pauvres qui était de la confrérie des Darkawa. Et il était Koulougli, c'est-à-dire qu'il avait des affinités, des racines avec Turc. نودي على مصال الحاج من قبل التجنيد الإجباري. فرنسا الاستعمارية ترصف جيشها بشباب الجزائر. وفي عام 1918 ارتدى مصالي البزة العسكرية واستسلم للتعليمات. ما بين حافلة وبارجة قطع الشاب طريقا شاقا من وهران إلى بوردو بفرنسا. كانت الحرب العالمية الأولى تنحدر نحو المغيب، وكان ذلك من حسن طالع مصالي الحاج. Il fait partie de ce mouvement vers la France pour des raisons militaires, de recrutement militaire par la France. Mais c'est l'occasion pour lui de découvrir la société française. وضعت الحرب العالمية أوزارها. فارق مصالي الخدمة العسكرية الفرنسية في 28 من كانون الثاني يناير عام 1921. قفل راجعا صوب مروج وشواطئ تلمسان. لم يكن الوضع بالمدينة مثالياً. كان مصالي يأمل في استراحة هادئة لمحارب عائد تواً من جبهة لا ناقة له فيها ولا جمل. لكن لم يكن الوقت مناسباً، فبعيد الحرب كانت الجزائر على موعد مع موجة شديدة من موجات الاستعمار الفرنسي. الجمهورية الفرنسية تلتهم طاقة الشباب الجزائري وتزج بالآلاف في العمل من أجل تعويض إنهاكات الحرب العظمى. تمرد مصالي الحاج على تجنيد المصانع وشقاء الشغالة في فضاءات الاستعمار،
عاد إلى فرنسا للبحث عن عمل لا يجعل منه جزءا من القهر الذي يتوطن بلاده. Mais Saïd Hadj est un personnage qui a commencé à militer très jeune, enfin très vite. Donc quand il arrive à Paris en 1923, il va très vite fréquenter des milieux à la fois nationalistes au sens classique du terme, c'est-à-dire il va assister à la conférence de l'émir Chekib Aslan à Paris. Il va aussi fréquenter les milieux syndicalistes, français, les milieux socialistes. Donc lui, il va faire tout le tour des cafés, des restaurants, etc. Et il va se former un noyau solide. Et il va être sensibilisé à la vie politique, d'abord par la campagne contre la guerre du Rif au Maroc en 1925, puisqu'il y a eu un soulèvement en 1925 dans le Rif contre la présence coloniale française, et il va se solidariser avec les insurgés rifains du Maroc. C'est sa première manifestation politique d'engagement. À Paris, il retrouve une dame qu'il avait connue à Tlemcen, et c'est chez elle qu'il va rencontrer sa future épouse, Émilie Buscan. Donc il est intéressé par la vie politique, et un jour, il rencontre dans un meeting Hadj Ali Abdelkader. Il était membre du comité central du Parti communiste et il se présentait aux élections. Donc Mess Ali va discuter avec lui, et il se prend d'amitié. Et tous les week-ends, il les passe chez lui, dans sa maison de campagne. انخرط في الحزب الشيوعي الفرنسي بفضل الحاج علي الذي كان حركيا نشطا داخل الحزب. وفي عام 1926 خرجت منظمة نجم شمال إفريقيا، وهي جبهة عمالية أسسها مصالي الحاج بمعونة عمال جزائريين ومغاربة وتونسيين. وفي عام 1927 ألقى مصالي الحاج كلمة المنظمة في مؤتمر الشعوب المناهضة للاستعمار الذي انعقد في بروكسل ببلجيكا إلى جانب هوشيمن، وهناك تكلم عن المحظور. وأول مرة ينطق بكلمة الاستقلال، والشخص الوحيد الذي تكلم ونطق بهذه الكلمة هو مصالي. فبالتالي استيقظ وعي الشبان الجزائريين على فكرة الاستقلال. تلك الصيحة يعني جعلت من مصالي شخصية معروفة عالميا. Et c'est là où il va rencontrer Nehru. Et il y aura entre Nehru et Mess Ali, il y aura une amitié très profonde. Et lorsqu'il va revenir du congrès de Bruxelles, en fait, le Parti communiste français de l'époque va être en désaccord avec lui. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'il soit trop en avant, sur le devant, disons, de la scène. استعار الخلاف بين فرقاء الحركة الماركسيين ومصالي. أوقف المكون الشيوعي في حركة النجم ضخ الأموال التي كانوا يقدمونها للتنظيم وانسحبوا. وفي العشرين من تشرين الثاني نوفمبر سنة 1929 جمدت السلطات الفرنسية نشاط الحركة. غاب نجم ولكن سطع آخر. قرر مصالي تأسيس حركة جديدة تحت اسم نجم إفريقيا الشمالية المجيدة. أفرجت الحركة الجديدة عن كوامن الكفاءة التنظيمية لمصالي الحاج الذي تولى رئاسة الحركة عام 1933. لم تكن فرنسا لتغفل مجددا عن بعث جزائري جديد يمر بهدوء من قلب باريس، تا
تم إرسال المؤسس إلى سجون فرنسا في تشرين الثاني نوفمبر عام 1934، والتهمة إعادة إحياء كيان كفاحي للجزائريين. طوته زنزانة باردة لمدة 6 أشهر. لم يكن يخفف عنه سوى دفء الزيارات الكثيرة لزوجته التي كانت تقوم بدور الوسيط بينه وبين المناضلين. هذه كان كي كان كي كان هو في الحباس تشيلو تقول له عبد عبد ريك على حق همس معنا وعاون نفسه في كل شيء. هذه كم مرة كيعمل كانت من أحسن مناضلين اللي كانوا متصلين بالقاعدة نتاع الحركة الوطنية في الجزائر وغير الجزائر. Lorsque mes amis habitaient à Paris, rue du Repos, un tout petit appartement, avec sa compagne Émilie Buscan, c'est mes amis qui a eu l'idée, disons, d'avoir un drapeau algérien pour marquer son territoire, en fait, sur le plan politique et symbolique. Finalement, il en discutait et sa femme, qui était couturière, elle a tracé le drapeau. Et le drapeau, il a été présenté pour la première fois dans une assemblée générale. Et il y avait le drapeau, des gens qui portaient le drapeau à la gare. العالم أنشئ يعني عكس ما يدرس الناس، يحمل إشارات واضحة، يحمل 3 ألوان، وتلك الألوان هي الأخضر تونس الخضراء، الأبيض الجزائر البيضاء، الأحمر هو مراكش، والنجمة هي يعني الجانب الثوري ريفوليسيون كيما نشوفوا تاع تشي غيفارا، يعني العمل الثوري، والهلال هو الانتماء الدين الإسلامي. إضافة إلى إيديولوجيا تاع نجم شمال إفريقيا على أساس التحرير لا يكون إلا للدول شمال إفريقيا 3، كان العالم الجزائري الحالي، وكانت يعني الشخص الذي أخاط ورسم العالم هو إيميلي بيسكون. وفي الوقت الذي كانت فيه مقولات نجم شمال إفريقيا تجد سكنها في وعي الكثير من المهاجرين الجزائريين في فرنسا، لم تسمح سلطة الاحتلال لأفكار مصالح الحاج أن تخترق المجتمع الجزائري الذي كان يجهلها تماما. كان جزء كبير من الشعب في إسار التنظيمات السياسية التقليدية بزعامة فرحات عباس ومحمد صالح بن جلول، وكانت تلك الحركات تسعى لتحسين شروط الاستعمار للتحرر منه، تسعى لتحقيق المساواة بين المسلم والأوروبي، بين المحتل وصاحب الأرض. في سنة 36 كانت حركة، تكونت حركة هنا سميت المؤتمر الإسلامي، يصير فيه تجمع في ملعب 20 أوت في بالوزداد. عندما سمع مصالي أراد أن يساهم، والمؤتمر هذاك كان فيه فرحة عباس، بن باديس، جمعية العلماء، كان حزب الشيوعي، وكانوا ليزيتيديون طلبة. وصل وجد الملعب كله مملوء، حبط عندهم قالوا ما أعطوني الكلمة، قالوا له لا. دخل بن باديس ربي يرحمه قال معليش نمدوا له 5 دقائق. كي يخلص بعض الكلمات واش وسى؟ حبط من المنصة وحبط للتراب، رفدكمش انت على التراب بيدو. وقال لهم هذه ما هي للبيع ولا للرهن ولا للجزائر كذا، انا موافقك ولكن قضية الاندماج هذه ما ابدا. اسمع سيدي، الدنيا تقلبت في الشطاط المينيسيبال، علاش انا صغير؟ روح من بعد قالوا مصالح حاج، نسمع مصالح حاج، مصالح حاج، احنا نحوسوا، حاج عرفنا باللي هذا مصالح حاج يحوس على الاستقلال، يحوس يخرج فرنسا، يحوس كذا، يحوس كذا.
رفدوه لي زيتيديون فرحانين به. تما وين نشعت يعني وين ازدادت القوه نتاع نجمه الشمال الافريقيه. Le gouvernement de Front Populaire va décider d'interdire en fait l'étoile nord-africaine parce qu'il juge que cette organisation est trop dangereuse. Et donc Messali, son organisation va être dissoute, mais il va en recréer une autre. اتخذت الحركة الجديدة اسما ذا دلالة وهو حزب الشعب الجزائري. قرر مصالي نقل الحزب إلى محيطه الطبيعي داخل الجزائر في حزيران يونيو 1937. وبسرعة تحبس الأنفاس أصبح حزب الشعب منظمة سياسية قوية، حركة محور حركتها الوطن، تعرف منطق التنظيم وتفهم قواعد الحشد والانتشار. بعد أيام من تأسيس حزب الشعب الجزائري علم مصالي الحاج بتنظيم الفرنسيين لتظاهرات واحتفالات بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، فأراد الحزب استغلالها لإبراز مطالب الشعب الجزائري في الاستقلال عن فرنسا. كانت مفاجأة كبرى، تحولت المظاهرات إلى صدامات عنيفة بين مناضلي حزب الشعب الجزائري بزعامة مصالي الحاج والبوليس الاستعماري الذي اعتقل كلا من مصالي الحاج ومفدي زكريا وآخرين. جاء مدير الشؤون الأهلية بالولاية العامة الفرنسية وهو يعتبر كوزير داخلية، وجاب المصالي قال له تمضي لنا برك هذا، يعني توافق وتطلب من الجزائريين يكافحوا مع فرنسا الفاشية والنازية. قال له مصالي شوف أنا يوميا، مصالي ما كانش سجين سياسي ولكن المسجونين اللي كانوا معاه جزائريين لما تكون الدالة نتاعو باش يمسح القاعة وباش ينظف يتطوعوا بدلو ويعاقبوهم، علاش خليوه هو، أنا ما تعودوش تجيبوا لي نشافة، أنا نمسح كل القاعات نتاع السجن بلحيتي هذه، بصح ما نقبلش نمضي. يعني تعبيرا عن رفضه يعني ليس بالمكنسة، سأمسحها بوجهي وبلحيتي ولا أقبل هذا الإهانة. Donc on cherche à tout prix à le récupérer, à l'associer, on lui propose beaucoup de choses. لم تجد السلطات وقتئذ سبيلا سوى حل الحزب وتجميد نشاطه. كانت الحرب العالمية الثانية قد اندلعت، سحب الدخان تجتاح العالم، بينما كانت الحركة الوطنية تنكمش وعزيمة العلماء تتراجع. وفي هذا التوقيت تضاءل تأثير الشيوعيين وتراخت عرى المؤتمر الإسلامي في الجزائر. نظام فيشي يعني مشى مع هتلر، هتلر يعني في 14 جوان احتل باريس. اتصل شون عن طريق محامي مصالي الحاج بومنجب، حاولوا استبالته وعندما رأوا أن لا جدوى. نتيجة هذا الرفض دبروا له تدبيرات واخترعوا له أمور لم تكن واقعية، ولكن فحكموا عليه ب 16 سنة سجن. parce qu'il refuse de collaborer avec Pétain parce que Pétain arrive au pouvoir en 40 et lui fait une offre que Messali refuse. Pourtant, il avait beaucoup d'amis qui étaient à Vichy. Il les a refusés. Il a refusé tout contact avec les Allemands. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres. Et donc, il est déporté dans le sud algérien, hein, dans un bagne à Lambèze, dans le Sahara, dans des conditions très dures. Très dur, c'est-à-dire crâne rasé, sourcils rasés, fer aux pieds, battu, mais surtout enfermé dans une cage. C'est-à-dire que c'était pratiquement une cage au vu des autres détenus.
tout fait pour le tuer. Non seulement l'alpha, le chose, etc. Ils lui ont fait passer des séances de quasi l'exposer seul au soleil avec des chaînes, avec des trucs, etc. C'était un martyr. Hein. مصالي كان في السجن. الحزب كان في يد اللجنة المركزية. Bien sûr, il va y avoir des luttes de tendance dans le parti, c'est classique. Hein. Quand le dirigeant est arrêté, vous savez, après, tout le monde essaye de prendre la place, d'exister. Donc il va y avoir des gens dans le PPA qui vont vouloir collaborer avec l'Allemagne contre la France. Des gens qui, au contraire, vont vouloir collaborer avec Pétain. Des gens, au contraire, qui vont être démoralisés, qui vont dire on arrête, c'est fini. On n'a plus de place. Mais Sali, lui, sa ligne, c'était de dire nous, on travaille que pour nous-mêmes. Parce que si on travaille pour les autres, on n'en sortira jamais. Quoi. Parce qu'on a toujours travaillé pour les autres et dans le fond, on s'est toujours retrouvé tout seul. Entre-temps, en 1943, fin 1943, c'est De Gaulle qui arrive en Algérie. De Gaulle arrive en Algérie, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Allez hop, rien du tout. On mobilise tout le monde pour l'armée d'Afrique. Et puis Messali, il reste là où il est, etc. Et donc Messali, on a monté une provocation chez Lala. Messali a été déporté en Afrique noire. تم اختطاف مصالي الحاج. جاءت قوة أخذته إلى برازافيل. وكان هذا الأمر بأمر من دو غول. Messali, il se trouve souvent hors d'Algérie, en exil, loin. Il est un moment à Brazzaville, il est envoyé le plus loin possible pour entraver son action politique. Même quand il était en Afrique noire, quand on repérait un endroit où il allait avoir de la pluie, c'est là où on le mettait. Et on faisait circuler partout. Donc il était tout le temps sous la pluie, les orages, les trucs. Voilà, ça a été un homme exceptionnel qui avait une force de caractère aussi extraordinaire. انتهت الحرب العالمية الثانية وبدأت الحياة في الدبيب داخل الحركة الوطنية التي كانت تستعد للاحتفال بانتصار الحرية على النازية. كانت تأمل أن ينالها من أكاليل النصر جانب. ومع مجيء الفاتح من أيار مايو 1945 اشتعلت التظاهرات السلمية في ساحات المدن الرئيسية تنديداً بالقمع الاستعماري. كان حزب الشعب جزءاً من الحراك الكبير. كان أبرز شعاراته التي رفعها نهاية الاستعمار، استقلال الجزائر، تحرير مصالي الحاج. لكن داست أحذية الاستعمار تلك المطالب وجاوب بالرصاص الحي على أشواق الحرية. يوم الثامن من أيار مايو 1945 يوماً دامياً. وكان قائد الجيش آنذاك ديفال فأمر بقتل الجزائريين واستخدم كل قوته البرية والبحرية والجوية. فكانت النتيجة كما تعلمون 45 ألف قتيل. Plusieurs milliers d'Algériens sont tués par l'armée française. Ferrataba s'est arrêté même. Alors que c'est un modéré, c'était pas un indépendantiste. Il a cru d'ailleurs qu'il allait être fusillé. Hein, si Abbas lui-même est arrêté, donc vous imaginez l'ampleur de la répression hein, qui a duré plusieurs semaines. Les massacres ont duré pratiquement tout le mois de mai et tout le mois de juin 1945. Ça a duré deux mois, hein, les massacres. Hein, c'est pas seulement une journée, hein, c'est pas que le 8 mai, hein, c'est deux mois. Ça a duré.
on ne tue pas des milliers de personnes en une seule journée. حتى لا يفكر الجزائريون في التفكير في الانسلاخ على فرنسا. من ثم تغيرت الخطة نتاع حزب الشعب الجزائري. Messali est finalement libéré en 1946. Il a été très très souvent, sinon en prison, on dit résidence surveillée, moi je dis surveillance de la résidence, c'est pareil. Il avait toujours l'œil de l'État sur lui. Il retourne en Algérie, là il fait une réunion des cadres, première réunion des cadres, et là il trouve finalement des gens qu'il ne connaît pas. Notamment il y a des jeunes. Des jeunes, des étudiants comme Aït Ahmed, bon voilà, il y a une nouvelle génération. Et cette génération, elle n'a pas vécu ce que lui, il a vécu. وفي كانون الأول ديسمبر 1946 وفي هدوء تعهدت كوادر حزب الشعب الجزائري المنحل قانونا على إعادة العمل النضالي من جديد تحت اسم حركة الانتصار للحريات الديمقراطية مع الحفاظ على حزب الشعب كجناح سياسي سري نشيط. دونك الناس اللي كانوا يعني في النظام تكلموا مع مصاري قالوا يلزم لنا منظمة عسكرية سرية قبل. فوقع اجتماع في بوز الريعة أعالي العاصمة وتأسست في فبراير 47 المنظمة الخاصة. واش خدمتنا؟ تمرنا على العسكر، كنت ناخذ الأوامر من عند هدايا عبد الواحد. من بعد يطاشوني عطوني تروا جروب دو تروا، نعلمو كيفاش الأسلحة، كيف الحرب، كيف العسكر. اتجهت المنظمة أكثر نحو العسكرة. كان الهدف الذي اختطه الثوار بعد أن أغلقت كل النوافذ السلمية هو التحرك نحو العمل المسلح. ورغم الطابع السري الذي اتسمت به المنظمة إلا أنها اكتشفت في آذار مارس 1950. البروبليم تاع المنظمة هذه كي دير منظمة سرية ما يلزمش تطول عليها بزاف، يلزم 6 شهور عام جوز يعني لاكسيون. هما قعدوا يعني يدربوا في لي ميليتون تاعهم، ولكن عامين بعد يعني المنظمة تكسرت. المنظمة تكسرت، كان واحد يعني ميليتون اسمه رجيمي، كان شافوه جماعة يتكلم بزاف مع الشرطة الفرنسية، شكوا فيه، دونك قروا بلي يروحوا يجيبوه ويعني يمدوا له درس، يعني ماشي باش يقتلوه، يمدوا له درس. راحوا حكموه، داروه في طوموبيل، هو كان معهم يعني لو شيف دو ميسيون بن مهيدي الله يرحمه. هما يعني جايين في الطريق والشوفير شوية سخون هدوا، الآخر خاف. داروا اكسيدون. هرب لهم. والتحق بالسلطة الفرنسية بالمصالح الأمن الفرنسية، وأدلى يعني بأشياء كثيرة اللي دفعت إلى تفكيك تقريبا كل الشبكات تاع الشرق الجزائري بما فيها من خلايا. هذا هو اللي يقولوا يعني الذي جعل المنظمة تكتشف، لكن هذا الكلام مستحيل لسبب أن المنظمة الخاصة كان تنظيمها يعني كروازوني، لا يمكن أن تتربط خلية بخلية، حتى إن وقع التفكيك لا يفوت 3 أشخاص. أما على المستوى الوطني كان مسؤولين عنده مسؤول ثم ترتفع، يعني معمولة كمنظمة ثورية حتى إن كشفت لا يمكن أن تأخذ كل المنظمة. لكن الاكتشاف تاع لوس
تم توقيف مناظرين في كل الولايات. أنصار اللجنة المركزية بعد اكتشاف المنظمة الخاصة طلبوا من أهل المنظمة الخاصة أن يسلموا لأنفسهم، أن يسلموا أنفسهم لينجح الحزب. قعد سي طيب الوطني جاء عند الحزب قال لهم يا جماعة دوك واش نديروا؟ الحزب واش دار؟ أنا ذاك تماكم بدات مشاكل بداو. الحزب ما حبش يستعرف بلي عندهم منظمة عسكرية، يعني فيزافي دي فرونسي حنا خاطينا، حنا رانا نخدموا ليغالمون، ما عندناش منظمة عسكرية. قالوا واش نديروا مالو؟ قالوا شوف ولا كش ما عندكم كاش كوارط، احرقوهم وروحوا لابوليس نفسوا روحكم. ها هو قال لهم سي محمد جامي دو لافي. تماك بدات المشاكل، تماك محمد عرف بلي الناس هذوما ما راهمش مستوى. كيفاش؟ حنايا نضحيو ونهار تكسرت المنظمة تقولوا لنا نروحوا رونديو لابوليس. مصالي رفض. رفض وبدأ فيلالي يهرب. جزء منهم ذهب إلى الأوراس وهناك من أخرجهم. مصالي أخرجهم. Donc là, on se retrouve en 1951. Messali va faire le voyage en Orient. Il va en Orient pour préparer, à partir de 1951, il prépare la lutte armée. Ensuite, donc, Messali demande au comité central du MTLD d'envoyer des délégués pour aller au Caire dans les académies militaires du Caire et de Bagdad. استعرت الخلافات داخل حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية سنة 1953. كان مصالي الحاج على رأس فريق داخل الحزب، وكان على الكفة الأخرى اللجنة المركزية. تطور الخلاف واصطدم الفرقاء. انضمت هياكل الحزب إلى اللجنة المركزية، بينما القاعدة الشعبية للحزب لم تحول ولاءها عن مصالي الحاج. كان تضارب الحركة مع نفسها وانقسامها في لحظة شديدة الحساسية. كانت تحولات كبرى تسري في العالم العربي، من ثورات وتبدلات في السلطة وتغير في ميزان القوى الدولية، بينما الحركة الوطنية في الجزائر كانت غارقة تماما في بحر من الخلافات والاتهامات والصراعات. المركزيين هما كانوا مكلفين، هما عبد الصوادع، هما المدو كيسمهم الأولين كانوا على حق، إيوا من بعد كيكسروا الصوادع الشيء تبدل. مصالي قال انهم يعني عزلوه في القرارات. اللجنه المركزيه غلقت لي فون، غلقت الماليه كلها. ما عطاوناش 10 فرنك 10 دورو ذاك الوقت. مصالي quand il a été libéré, il faisait des meetings, des tournées, il avait des foules énormes qui venaient l'acclamer quoi. Alors que les membres du comité central se sentaient menacés. Dans leur statut, dans leur place de dirigeant. Hadi el merkaziyen isma khalom Jacques Chevalier. Là bari bel laba ou chrahom. Jacques Chevalier khdamhom. Ou Jacques Chevalier ma tkhfalakch kan mir ta el Jazair ana dak ou adhom في وزير الدفاع للمخابرات الفرنسوية. جاك شوفاليير il avait proposé à des gens du MTLD, des dirigeants du MTLD, il leur avait proposé d'être au conseil municipal. Il leur propose de co-gérer la ville d'Alger en collaboration mais sans parler de politique. Comité central est déjà sur cette position. Donc Messali, tous les messalistes sont éliminés du comité central. Donc, très bien. Donc Messali, à ce moment-là, il va critiquer. خطاو الطريق كانوا يهضروا على التريسيتي والترقان وكذا والضوء وكذا، وخلاو الكلمه نتاع الاستقلال نتاع الجزائر هي الاساس الاول نتاع الهضره.
وهذا السبب اللي اللجنة التنفيذية ما وافقتهمش. بوضياف كان يمثل الحركة، حركة الانتصار في فرنسا، فهو وديدوش مراد كان نائبه، فكتب مصري الحاج وقال له يا الحاج، طلب منه لأن يتنازل حتى نجمع صفوف الحزب، لكنه رفض، قال له حتى يطلبوا السماح وما نعرفوا شو، يعني اشترط شروط كبيرة. Les jeunes militants qui s'étaient aguerris pour beaucoup d'entre eux dans l'action de l'organisation spéciale de l'OS. Alors ces jeunes militants, ils disent, on ne peut pas compter sur le Zaïm, le chef historique du nationalisme algérien, pour être notre dirigeant dans cette phase où la lutte armée devient indispensable. باسكو مصالي قلت لك انا نحكم ما واحد ما يحكم، غير هو اللي يحكم وغير هو اللي يهضر، غير هو اللي الكلام تاعو يفوت وخين ما خضرة فوق عشرة ما تفهموش. هذه هي هاد المشكل، يعني هاد المشكل اللي صار بين المركزيين وبين مصاليس اللي خلات بودياف وديدوش مراد وربعة خرجوا، فهمت؟ وعرفوا بلي يلزم ان تروازيام فورس، يلزم ان تروازيام فورس، باسكو سينو كانت على بالك الخدمة اللي تخدمت من انا داك، يعني من الربعينات كانت راح كما تروح. كل شيء كذب اسيد الحاج، عمره ما حس مع هذا الحاج. عاد شوف هذا كومينيست قول كلمه، هذا كيسمو اكل وانا اكل ما، وعرضوها للكيسمو الامه الامه عبلش، احنا واجهين معهم، احنا اوني با كونسيري سي لو بوبل. للأسف لما انفجرت الخاوة تاع البارح اللي كانوا مناضلين في الحركة الوطنية رجعوا أعداء. بودياف شاف مع الجماعة بن بولعيد، شاف مع ديدوش مراد، عيط لهم قال يا جماعة الحالة خطيرة بزاف، لو كان يعني نخليو الحالة وما نديرو والو راح المنظمة كاع تكسر. علاش؟ على جا الزعيم تاع مصاري. مصالي ديسيدا واش يدير؟ يدير كونغري. كي يدير كونغري؟ تسمى خلاص راح يتفرقوا. اختار المصاليون مدينة هورنو في بلجيكا مكانا لعقد مؤتمرهم. تجنبوا فرنسا اليقظة لكل حركات المناضلين. فالشرطة الفرنسية ترصد عن كثب أي تحرك تقوم به حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. انعقد المؤتمر في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من تموز يوليو 1954. إلى كابيلي ما موين دي ديليغاسيون، دي ديليغاسيون إيلو au congrès d'Ornu، et le congrès d'Ornu a voté finalement l'insurrection, la lutte armée en Algérie. على الجانب الآخر انعقد في الجزائر العاصمة المكون المنشق للحركة 22 عضوا ترأس اجتماعهم مصطفى بن بولعيد الذي عين بالإجماع رئيسا للحركة. قرروا أيضا الثورة المسلحة بعد أن حصروا إمكاناتهم وقوة بنادقهم وعدد مناضليهم الذي لا يتجاوز 1500 عبر جميع التراب الوطني. اجتماع 22 هذا تم في منطقة كلوس سالومبيي في المدنية، حي شعبي، احنا نسموهم 21 زائد 1. 21 ممثل لتقريب معظم قطاعات الجزائر زائد 1 اللي هو صاحب البيت. ودام هذا الاجتماع بالتقريب بحسب شهادة بوضياف طيب الوطني رحمة الله عليه من أسبوع إلى 10 أيام. طرحوا القضية
هاي القضية الوضع العالمي عنده قابلية لأن يتعامل معنا، وها نحن رأينا كيف حصل لديان بينفو وفرنسا خسرت، وحتى الجيش الفرنسي أصبح ما عندوش قيمة. لا بد أن نغتنم الفرصة، رانا تأخرنا. وصل الأمر إلى أن تقتنع نخبة من الشبان المعنيين بالسياسة أنه لا حل للوصول إلى الاستقلال الجزائري إلا بالعمل المسلح. قلك حنايا سيتي ديريكسيون كوليجيال، كل واحد عنده الراي تاعو. مرحوم الشيخ بالقاسم بالميلي يقول انني قال لي ديدوش مراد تبنى انت الاقتراح باش ما نزيدوش حنا ننقسموا، حنا 22 لو كان نزيدوا ننقسموا حنا ما يصير والو. قل له بلي يعني نديروا الثوره باسم ميصالي، لانه قضيه القياده الجماعيه هذه ما تمشيش، هذا راي ديدوش. راح شاف بوضياف ربي يرحمه وقال له باللي هاو هكذا هكذا، وتبنى هو الاقتراح. قال له شوف ما نخليوش الثوره باش يقوم بها مصالي، ورانا عندنا اللي يجيب لنا المعلومات من عنده ونسبقوه ولو بنهار. داروا لا ديرنيير ريونيون تاعهم سيتي لو 23 اكتوبر 1954 عند ميليتون داروا في تيقا يعرفوه واسمه بقشرة مراد الله يرحمه. داروا ريونيون في 6 تمك قروا لادات تاع اول نوفمبر الساعه 12 تاع الليل. تمك خلقوا لايلان لارمي دو ليبراسيون ناسيونال. تمك خلق لو افلان جبهه التحرير الوطني. تمك خلقت là aussi Naït Ahmed, Krim Belkacem, ils étaient tous au PPA. Hein, c'était, ils étaient tous des, entre guillemets, des enfants de Messali. Tous. Il n'y avait pas des gens qui venaient de chez Ferrat Abbas, hein, ça, ou du Parti communiste. Non, pas du tout. C'était tous messalistes. الثورة قبل 20 août 55 ما كان فيها ولا واحد، وأقولها على مسؤوليتي للتاريخ، خارج حزب الشعب أو حركة انتصار الحرية الديمقراطية، خارج الحزب اللي يكونه مصالي. مصالي الحاج لم يجرؤ في ذلك الوقت على إعادة النظر في قراره والالتحاق مرة أخرى بالركب. بعثوا بن بولعيد للحاج مصالي، قالوا له احنا رايحين بيك ولا بلا بيك، ولكن ماذا بينا انت تزعمنا. مشى بن بولعيد شاف مصالي في انغولان، تكلم معاه قال له خرج عليا. قال له انتم دراري تعلموني واش ندير انايا. قالوا انا اللي نقرر وقتاش ندير العطوره. طلبوا منه أن يبقى معهم وأن يبقى رئيساً لهم، لكنه رفض. مصالي ما كانش بري باش يدير حرب على فرنسا، وإنا جامي تي بري باش نتفاهموا، إنا جامي تي بري. مصالي كان يدير سياسة. بعد عودة مصالي الحاج من المشرق العربي إلى فرنسا، كلف المناضل موسى بالكروة أن يتصل بيوسف بن خدة لكي يرسل المناضلين يتكونون في الكلية العسكرية في بغداد ومصر. هذا يدل إن الرجل
كان يسعى إلى الكفاح المسلح. ولماذا أرسل بن بلة وأيد حمد وخيدر للقاهرة؟ ومن أرسلهم؟ هل بعثوا في مهمة أم من أجل نزهة في القاهرة؟ في مهمة داخلة في تحضير للثورة الجزائرية. انطلقت الرصاصة الأولى للثورة الجزائرية في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 1954، الذي يصادف عند الأوروبيين يوم عيد جميع القديسين، معلنة قيام الثورة بعد حوالي 130 سنة من الاستعمار الفرنسي للبلاد. Le premier, du samedi au mardi soir, disons. Voilà. Combien ? En tout, la Toussaint Rouge, l'Algérie à feu et à sang, 7 morts. 7 morts, c'était raté. C'était moins de morts que sur la route pendant le week-end. وفي الثاني نوفمبر ماذا بقى؟ لا شيء. والثالث وفي كل المناطق الأخرى. هذا دليل أن يعني الثورة تم تفجيرها في أزمة وفي تسرع ولم تكن منظمة. Il n'y avait pas d'armes, ils n'avaient rien du tout. C'est après, Nasser a envoyé là des bateaux, mais il y en a pas, ils sont pas tous passés. Heureusement, parce que je serais peut-être pas là. وليدت جبهة التحرير الوطني بعقد ازدياد، عقد الازدياد هذا هو بيان أول نوفمبر. هذا البيان هو الذي حمله سي الطيب الوطني إلى بلجيكا وهولندا، ثم أرسل إلى صوت العرب بالقاهرة وقرئ في اليوم الثاني من طرف أحمد سعيد من صوت العرب بالقاهرة. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية لتحقيق الوحدة الشمال إفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. إننا مصممون على مواصلة المعركة وواثقون من عواطفكم المعادية للاستعمار. إننا وهبنا أفضل ما عندنا للوطن وهي حياتنا.